الحال اللي دار ليه المونتاج واللي شغل عليه بزاف. ميرسي بوكو. كنهضر معاك وانا عندي بزاف ديال الاحاسيس زوينين. اولا جيت سعيده بزاف بالتكريم ديالي في مدينه ماسا ولا لا ريجيون ديال ماسا. من اللحظه اللي وصلت لهاد البلاصه وانا كنحس براسي انسانه مرحب بها من القلب. وبانوا اولا بينوا الناس ديال المنطقه بزاف على الكرم ديالهم، على الجود ديالهم، على 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 التواضع ديالهم وحبهم للفن وحبهم لاكتشافهم السينما والمسرح اولا اكتشافهم للفنانين. بالنسبه ليا كان ليا شرف كبير اني نكون مكرمه في اون ريجيون بحال هذه. وما كنتمنى من قلبي انني المره الجايه فاش نرجع لهذ البلاصه نلقى عندهم سينما واللي يعاونوا بها الجمعيه اللي واقفين عليها لاله حنان سيونس، الناس اللي مسؤولين على هذ الجمعيه واللي كيضربوا تمارات ديال بصح. يعني نتمنى ولو ان الدوله تعاونهم ولو شويه بلي كونديسيون اللي تقدر توفر لهم ظروف احسن واجواء احسن للمهرجان ويقدروا يجيو بزاف ديال الناس. ومهم كنتمنى الناس يوقفوا مع هذه الجمعيه باش هذا الشيء يزيد معاها القدام. كنشكرهم بزاف بزاف وفوالا كنشكر الجمهور اللي جا باش يحضر الاختتام. شوف الحمد لله لا تيليفزيون هي اللي كتقربنا مع الجمهور ديالنا، واخا كيكونوا في الجبال واخا كيكونوا في بزاف المناطق من هذا، ولكن فاش كتوصل وكتحس بالحب ديال دوك الناس تما كتحس بشي حاجه اخرى. فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ تما كتحس بواحد الفرحه وواحد السعاده. ديك الساعه كتعيش شي حاجه لايف مع دوك الناس، شي حاجه حقيقيه ملموسه، ماشي كتقول راه انا كيبغوني الناس في كاع المناطق اولا نو، كتجرب وكتحس وهذيك هذاك احساس اخر وحاجه اخرى. فوالا التلفزيون كاين لو بيرسوناج بالنسبه للاعمال اللي اثروا فيا ولا اللي ماني ما نقدر ننساهم. هي صراحه كاع لي بيرسوناج ديالي اشتغلت كنشتغل عليهم بصدق وحب. لو بيرسوناج ديال ياقوت عنبر، بيرسوناج ديال نوريه، لو بيرسوناج ديال الرحاليات، سي بيرسوناج اللي كنت خدمت عليه بزاف ديال سوتو انه ان بيرسوناج سبيسيال. كاين المسرح، كاين دي بيرسوناج في المسرح ديال فريديكو غاسي لوركا ديال اعراس الدم، كاين بزاف ديال بيرسوناج الحمد لله. فوالا كنفضل ما نكتبش عليه كل واحد وكومون نجيب الدرجه ديالنا والحلاوه ديالو. الشغل على شخصيه ديال المسرح او على التلفازه او على السينما انا كنعطيهم نفس الحب كلهم بثلاثه بهم، كنشتغل بكل صدق عليهم بثلاثه، ولكن كل واحد المسرح سي ان تروك سي ان رابور افيك لو بوبليك، شي حاجه قريبه للناس. السينما سي ان ترافاي اخر ديال الخاطر ديال الوقت ديال التلفازه، واحد الحاجه اللي كتقربك للناس والحب الناس وكتدخل لبيوت الناس. دونك كل واحد وكيفاش شنو اللي في اللي كيخلي عليك انت كفنان، وانا كنبغيهم كاملين. فوالا عندي مسلسل الحان الماضي من اخراج ياسين فنان، هو قريب يخرج. كاين الجديد ديال احلام بنات اللي كيدوز دابا في مالغري الروينه اللي واقع عليه، ولكن هو كيدوز دابا في التلفازه وكنتمنى انه ينال اعجاب الجمهور لحقاش حنا بصح اشتغلنا على لي بيرسوناج بكاع الصدق. وكاين مسلسلات ان شاء الله اللي غيبدا التصوير ديالها قريبا في الموسم ديال هذا العام ان شاء الله. كان مشاكل الانتاج، كانت المشاكل ديال الانتاج، كانت شركه الانتاج بزاف د الحوايج ما كانوش كي لي كونديسيون د الخدمه البازيك ما كانوش. فوالا دونك حنا كانوا بعض المشاورات وكنتمنى ان الحوايج، انا كنتمنى هادشي كله كنديروه باش الفن يتطور في البلاد في المغرب، وحتى حنا كنتمناو بلادنا يكون عندها قيمه وسط الاوطان وهذا. دونك الى واحد الحمد لله حقاش ما غشيناش بصح وتقاتلنا وسط ديك الظروف، تقاتلنا نعطيو احسن ما عندنا. فوالا الحمد لله درت بزاف ديال الاعمال، ولكن بالنسبه لي انا مازال في البدايات. كنشكر الناس ديال الجمعيه على هذه الالتفاته الزوينه بزاف لاله حنان.